حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وما زلنا متواصلين معكم في برنامج ترحيب. نظمت اللجنة الوطنية للكوارث بمقر إدارة الدفاع المدني دورة تدريبية حول إدارة المخاطر المتقدمة، وذلك بالتعاون مع المركز العربي لنظم المعلومات والاستشارات والتدريب. وتستمر الدورة إلى 30 من الشهر الجاري. التفاصيل في سياق التقرير التالي. الإجراءات والاحتياطات للحد من مخاطر الكوارث أبرز أولويات اللجنة الدائمة للطوارئ. في هذا الإطار يأتي تنظيم الدورة التدريبية حول إدارة المخاطر المتقدمة بمشاركة عدد من المسؤولين بمختلف الجهات المعنية بالدولة. بالنسبة لهذه الورشة، هذه تعتبر الورشة الثالثة في قطر نعقدها، وكانت في السابق عقدناها لدول مستعاون كذلك بمشاركة بعض دول المستعاون. المرة الثالثة نعقدها نظرا لأهميتها. اللجنة لها استراتيجية ولها نظرة في عملية احتضان الورش والدورات والمؤتمرات، هو كلها استعداد وإعداد لا قدر الله لو حدث طارئ. فتأهيل الموظفين الدولة ومنسوبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة وجميع الجهات في الدولة يكون على استعداد وعلى كل ما يحدث في العالم. العروض والورشات تشمل العديد من المواضيع المتعلقة بتحليل المخاطر المتوقعة والاستعداد لمواجهتها، مما سيمكن العاملين في المجال من أداء دورهم على أكمل وجه. الدورات والورش هذه تساعد المعنيين بهذه الأمور للحد من الكوارث، للتقليل نسبة الخسائر. هذا ما نصبوا له. اللجنة لن تألو جهدا في متابعة أو تنفيذ هذه الورش، كذلك في تمارين بالدعم إن شاء الله خلال الأشهر القادمة. هناك في أكثر من تمرين راح تشرف عليه اللجنة، بيكون في بعضها في البحر وبعضها في البر، يكون بعض المنشآت الهامة مثل مطار الدوحة الدولي مثلا وخلافه. الدورات التدريبية والتمرينات المختلفة ساهمت بشكل كبير في فاعلية الأجهزة الأمنية لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات ومحاولة السيطرة على الكوارث وإنهائها بأقل خسائر ممكنة وبالسرعة والكفاءة المطلوبة. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى الصحة، حيث تقول الحكمة الشائعة درهم وقاية خير من قنطار علاج. فكيف يمكن أن نتجنب هذا التسمم الغذائي، وكيف نختار الغذاء السليم اللي نتجنب من خلاله الإصابة بأعراض التسمم الغذائي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفتنا اليوم الدكتورة منى المسلماني، استشاري أول قسم الالتهابات والأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية. مرحبا ومسهلا بك معنا. أهلا فيكم، شكرا على استضافتكم. لا شكرا على واجب. يا مرحبا دكتورة. لا شكرا على واجب. طبعا احنا نتكلم عن التسمم الغذائي اللي هو خلينا نقول مشكلة يتعرض لها دائما الكثير، ولكن وش الأسباب اللي تؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي؟ أول شيء أحب أعرف للمشاهدين ما هو التسمم الغذائي. التسمم الغذائي هو حالة مرضية مفاجئة تصيب الإنسان عند تناول وجبة معينة، ممكن تصيب شخص، ممكن تصيب عدة أشخاص، أوكي، ولها فترة زمنية قصيرة معينة. في عدة أسباب للتسمم الغذائي. في أسباب منها عدم النظافة الشخصية، وراح نتطرق لعدم النظافة الشخصية، هو عدم غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل، وحتى أثناء تجهيز الطعام. ممكن تجهيز الطعام لعدة مراحل في تجهيز الطعام، هي تحضير الطعام، إعداد الطعام، معالجة الطعام، طبخ الطعام، وتخزينه، كيفية تخزينه. لو نأخذها، خلينا نقول نأخذها مرحلة مرحلة. طيب، بس في أسباب ثانية. أوكي. هي منها ممكن تلوث الطعام النظيف بطعام آخر ملوث. أوكي. ممكن يصير مثل كروس كونتامينيشن، انتقال للميكروبات حق الطعام النظيف. في أسباب ثانية هي عدم طهو الطعام جيدا، ممكن اللي سواء احنا نتكلم سواء داخل المنزل أو خارج المنزل. ممكن الطعام ما تكون، لأن درجة الطهو لدرجة معينة أو حرارة معينة. وحتى لما نينا بنبرد الطعام أو نجمده مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، لها درجة تبريد معينة.
هاي الأسباب. في عوامل ممكن تسبب لك هذه التسمم الغذائي مثل عامل الوقت وعامل درجة الحرارة. لو خذنا خلينا نقول بعض الطعام اللي من الخارج، كيف أنا ممكن إني أنا أقي نفسي منه؟ بالذات إنه أكثر الناس اللي يتسمم دائما ما حد يتسمم من البيت إلا قليل. صحيح. ولكن البعض الأغلبية يقول لك والله أنا أكلت في المكان الفلاني أو أكلت في المكان الفلاني. إحنا ما نبغى طبعا نذكر الأماكن لأن ما شاء الله وزارة البلدية يعني مش مقصرة، إدارة التفتيش مش مقصرة في ومجتهدة في هذا الأمر ويشكرون على هذا الأمر. لكن دكتورة كيف إنه ممكن إحنا نتحاشى هذا الأمر؟ كيف إحنا نقي نفسنا من التسمم؟ من التسمم. الوقاية في إحنا طبعا منظمة الصحة العالمية طلعت 5 وصايا أو إحنا نقولها 5 مفاتيح. حتى المجلس الأعلى للصحة عمل بروشورات كتوعية كنوع من التوعية حق سواء المطاعم سواء للناس كيفية حفظ الطعام وتخزينه. أهم شيء النظافة الشخصية. النظافة الشخصية معناها الناس العمالة اللي يشتغلون، إحنا بنتكلم طبعا إحنا قلنا في المطاعم ما راح نتطرق لداخل المنزل لأن داخل المنزل عموما إحنا الأواني مالتنا نظيفة، غسلنا الخضروات في إشراف مباشر من ضبط المنزل. فالنظافة الشخصية العامة معظم العمالة يا أنه ما في اهتمام بالنظافة الشخصية يا أن تكون أظافره طويلة، المفروض هو قص الأظافر، تقليص الشعر، لازم يلبس غطاء على الرأس، لازم يلبس قفازات كشروط صحية. شروط صحية قص الخضروات والفواكه لازم تكون بشكل جيد عشان أنا أحمي نفسي من التسمم الغذائي. قص الأواني الأشياء المعدات نفسها لازم تكون جيدة. وقص الخضروات والفواكه لازم تكون بالماء الحار ما تكون بالماء البارد عشان قتل الجراثيم. البكتيريا تبي لها درجة حرارة معينة. ليش شائع في فصل الصيف؟ لأن البكتيريا تنمو أصلاً أكثر شيء في درجة حرارة ما بين 5 إلى 60 درجة مئوية. فأنا عشان أقتل البكتيريا لازم تكون أكثر من 60 درجة مئوية. وعشان أجمد الأشياء لازم تكون أقل من 5 درجة مئوية. عشان أقي نفسي لازم أفصل ما بين الطعام النية لأن تكثر فيه البكتيريا عن باقي الأطعمة المعدة. يعني حتى القطاعات نفسها، حتى السكاكين، حتى القاطع اللي أنا أستخدم عليها لازم تكون مختلفة بالنسبة للأسماك والدواجن واللحوم عن الخضروات والفواكه. جميل. دكتورة خلينا نتكلم شوي في أعراض التسمم. شلون الإنسان ممكن يعرف أن فيه تسمم، مدى خطورته على صحة الإنسان، وشلون أيضا ممكن علاجه؟ طيب الأعراض، في أعراض ممكن تكون بسيطة وفي ممكن أعراض تكون شديدة وتختلف باختلاف المسببات. المسببات إذا قلنا فيروس ممكن تكون أعراضها خفيفة لأن فترة حضانته أصلاً تكون من مدة 2 إلى 48 ساعة. بس إذا قلت لكم أعراض بكتيرية مثل السلمونيلا والليستيريا لا، تكون ممكن تستغرق السلمونيلا فترة حضانته من 6 ساعات إلى 72 ساعة، ممكن تمتد لين تقريبا خلينا نقول 10 أيام. الأعراض ممكن تتم أعراض السلمونيلا لمدة 2 أسبوع. الأعراض ممكن تصاحب استفراغ، ارتفاع في درجة الحرارة، إسهال، ممكن يكون إسهال 3 مرات في اليوم، ممكن يمتد إلى 8-9 مرات في اليوم. ألام في المفاصل، تقلصات وألام في المعدة، تحس بقشعريرة، يحس بنوافذ. هذه لو كانت الأعراض بسيطة. لو كانت شديدة الأعراض اللي هي تحتاج التدخل الطبي لا، ممكن يصير هذيان، ممكن يصير عدم قدرة على الكلام، ممكن يصير عندك جفاف حاد وشديد. الجفاف طبعا بيصير جفاف الفم أو تحس أن العين قايرة على داخل، يسمونها غور العينين، أو انعدام في الله يعزكم البول أو قلة في البول، فهي يسمى بالجفاف الشديد. طبعا لما يصير في انعدام في البول هاي يؤدي إلى فشل كلوي حاد. اوكي، فشل كلوي حاد، فهاي يحتاج هذا اذا ما تم معالجته. هذه اذا ما تم معالجته او تاخر مثلا الشخص المصاب وما حضر يعني انت ذكرتي بعض الاعراض دكتوره، لكن انا ودي اتكلم ايش الاجراءات اللي لما الانسان يحس انه مصاب بالتسمم او بهذه بعض هذه الاشياء اللي انت ذكرتيها، بعض هذه الاعراض ايش الاجراءات اللي يسويها؟ احنا قلنا اذا معظم الحالات ما تحتاج انها تستدعي تروح المستشفى، بس اللي مثلا من ساعتين اللي من ساعتين ايوه اللي 48 ساعه، وخصوصا بيكون هاي نوع من انواع الفيروسات. لكن اذا كانت الحاله شديده وخصوصا عند مش احنا لان التسمم الغذائي ممكن يصيب جميع الاعمار والفئات، بس خصوصا كبار في السن اللي اعمارهم 65 سنه وما فوق، أو عندك الأطفال أو الحوامل أو الناس اللي عندهم أمراض سرطانية، نقص المناعة، أو مثلا عندهم عملية زراعة كبد أو كلى أو قلب، هذه لا، هاي يستدعي أنهم الذهاب للمستشفى.
لازم حضورهم المستشفى. احنا بالنسبه لنا كاطباء ناخذ تاريخ المرض، نشوف هل هو ماكل من داخل البيت ولا من خارج البيت، تبدون في الاسئله. لكن أيوة. انا كيف اقيم نفسي، احتاج اني اروح المستشفى ولا ما احتاج؟ قلت لك انا الاعراض النفسيه اذا كانت شديده، الاسهال اذا كان في تعب، اذا درجه الحراره عاليه، اذا الاسهال اكثر من 3 مرات في اليوم، اذا القيء استمر اكثر من يومين، هنا يستدعي. اذا في دم في البراز هنا يستدعي ان احنا المفروض على الشخص المصاب انه ما يروح المستشفى. انتم تشوفون ما شاء الله ملفه؟ احنا لا، نشوف ملفه ونساله اذا هو ماكل من داخل البيت، ماكل من خارج البيت، من اي منشاه. اذا قال لي ماكل من خارج البيت لازم اعرف من اي منشاه. من اي لكم اجراء اخر؟ لنا اجراء اخر. أيوة. لازم للغايه. أيوة. اذا هو تعرض للاصابه. أيوة. غير ان شاء الله ما يتعرض. أيوة. طيب خلينا نتكلم عن الحملات التوعويه، شنو دورها بتوعية الناس ومدى أهميتها للتوعية من أهمية الوقاية من التسمم؟ عادة المجلس الأعلى للصحة له الدور، هو دور صراحة فعال، لهم دورات وحملات توعوية، عملوا دورة توعوية مع الاتفاق مع الهلال الأحمر القطري، قاموا بتوعية المدارس، طلاب المدارس اللي هم خصوصا اللي عندهم الكانتينز اللي هم الكافيتيريا، شلون حفظ المواد الغذائية، تعرفي عندهم اشياء سندويتشات مع مايونيز مع وفي اشياء باردة، شلون الفصل. يعني ايوه، شلون الفصل بينهم، شلون تخزينهم، حتى شلون نقل، طريقة نقلهم للمدارس واستلامهم، وشلون تشيكهم على لازم يشوفون تاريخ انتهاء الصلاحيه ولا لا. فهاي في يعني حملات توعويه. بالنسبه حق العماله اللي تشتغل برا في المطاعم، في دورات، في اجراءات صحيه بالاتفاق مع البلديه حمايه المستهلك، في دورات توعويه وتفتيش دائم بالنسبه لهم. طيب دكتوره، قبل ما نختم، قبل ما انسى خلني بعد ايضا اشكر صراحه المجلس الاعلى على مثل هذه الدورات وعلى مثل هذه الامور التوعويه. يمكن ايضا عندهم خلال الفتره الجايه كان عندهم ايضا بعض الامور اللي التوعويه اللي فعلا بارزه وجهدهم جدا واضح، فهذه كلمه حق لابد ان احنا نوجه الشكر لهم، ولكن ايضا نحتاج منهم المزيد. مش معناته ان خلاص شكرنا، بالعكس احنا املنا فيهم كبير، بالذات انهم ايضا مؤسسه يعني تلعب دور كبير في المحافظه على صحه الناس والمواطنين والمجتمع بشكل عام. دكتوره، قبل ما نختم انا ودي بكلمه توجهينها او نصيحه توجهينها للمشاهدين اللي يتابعونا الان بخصوص نظام خلينا نقول التغذيه المثالي اثناء التسمم الغذائي. يكون التغذيه المثالي بشكل يعني المهم اهم شيء هو يحافظ على، ما اقدر اعمم واقول مثلا لا تروحون المطاعم، لا، كل انسان يحب ياكل برا البيت، بس اهم شيء يختار المطاعم اهم شيء المعروفه، والغذاء يكون نظيف، طريقه التقديم تكون نظيفه، ويحافظ على صحته قد ما يقدر، ما يكثر يطلع برا ياكل من اكل البيت، خصوصا الكبار في السن. في نهايه يعني الامر اكل البيت احسن من اكل المطاعم. صح، بس ما نقدر نقول لهم لا تروحون المطاعم. صح، اكيد. اسال الله ان شاء الله نسال السلامه للجميع. دكتوره منى المسلمه، أنا استشاري أول قسم الالتهابات والأمراض ومؤسسة حمل الطبية، شكرا لك لتواجدك معنا وما قصرت على المعلومات القيمة اللي أعطتني. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مسابقة مثيرة للاهتمام، فقد نظم مركز يوسي ماس قطر المسابقة الوطنية الثانية للحساب الذهني في صالات ريجنسي، وشارك فيها أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس القطرية. بهدف استشارة قدراتهم العقلية وتطوير طاقاتهم، نظم مركز يوسي ماس قطر وتحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية، المسابقة الوطنية الثانية للحساب الذهني، والتي شارك فيها مئات الطلاب بين عمر 6 سنوات والثانية 10 سنة، وأبدوا جميعا استعدادا عاليا ورغبة في الفوز. تدربت على الورقة، حاولت يعني أحل أكثر المعادلات في 8 دقائق، وشفت إني جاهز الحمد لله، وإن شاء الله أفوز بكأس. يمكن أفوز إن شاء الله، ودرست أكثر وأحس إني بفوز. أقول إن شاء الله للي بفوز مركز الأول، عشان أبي أفوز وأبي أخذ مركز الأول وأبي أخذ كأس.
بحماس كبير انطلقت المسابقة التي كانت عبارة عن 200 مسألة حسابية، على الطلاب حل أكبر عدد منها في 8 دقائق فقط. وبعد انتهاء الوقت تم التصحيح وأعلنت من بعده النتائج ووزعت الكؤوس على الفائزين. كنت أبي أكون مركز الأول، بس بعدها أعطاني مركز الثاني، يعني أنا لما أعطاني بيبر حليت 2 lines بالمنتل، وبعدها 3 lines بالأبك، وجربت أن أسويها يعني بشوي شوي يعني عشان أخذ الأسئلة صح. اشتركت في المسابقة عشان أخذ المركز الأول على المدرسة، عشان أحفظ جوال الضرب، أي سؤال يجيني أعرف أجاوبه. فزت المركز الثاني وحليت 109 أسئلة، إن شاء الله أشارك مرة ثانية وأصير المركز الأول. في الختام، ليس فقط حاملي الكؤوس هم من ربحوا في هذه المسابقة، فكل مشترك ربح خبرة ومهارة تساعده في المستقبل. مشاهدينا الكرام، بنطلع فاصل ومستمرين معاكم عقب الفاصل بنتابع. بنسلط الضوء مشاهدينا الكرام على دور المسرح وأهميته وسبل النهوض به.